ريماتش. السلام عليكم، اليوم غادي نبداو اول حلقه في سلسله شروحات ليزاموكتيسمون. هذه الحلقه غادي تكون انتروديكتيف، غادي يكون واحد ريزومي بسيط، غادي تعرف فيها اي حاجه كونسيرنون ليزاموكتيسمون. يعني واخا تكون عمرك سمعتي، غادي تعرف دابا اي حاجه كونسيرنون ليزاموكتيسمون. هذا هو الكونتيكست ديالها. من بعد في الحلقات الجايه نقدروا نديروا دي زيكزارسيس، نديروا بزاف ديال الحوايج، وضروري الكوريكسيون راه كتكون اون باغالي. ديجا حطيت كوريكسيون ديال 2016، ديجا كنحط اصلا دي بارتي كوريكسيون ديال 2016، غادي نحط ديال 2020. ديال 2020 حيت قليل بزاف، ما حاطينوش الناس بزاف، حيت تيقولوا باللي حيت الاطار المرجعي هنا كامل شدهم في الهدايا اللي نصحوا ولا خاصو يتصحح. بالنسبه للاس او اكيد دونك لي زامورتيسمون دابا غادي نبداوهم. اول حاجه ما درناش ريغولاريزاسيون دو ستوك، غادي نبداو بليزامورتيسمون من الاولين، من بعد واقيلا غنديرو بروفيزيون عاد نديرو ريغولاريزاسيون دو ستوك. المهم لي زامورتيسمون اول حاجه كما كتعرفوا بالنسبه لا ديفينيسيون ديالهم، فهما لي زامورتيسمون ريبريزونت لا بيرت دو فالور، يعني واحد الفقدان ديال القيمه ديال واحد ديموبيليزاسيون دو اليزور دو طون و لوبسوليسونس. لوبسوليسونس كتعني التقادم، يعني غادي وكيقدام. دونك خليكم هادشي كامل. لي زامورتيسمون هو واحد لا تكنيك، واحد لا تكنيك عند ليطا كتعطيها لمن كتعطيها لي زونتربريز. هاد التكنيك هادي التكنيك اي تابليكي سيغ لي زيموبيليزاسيون، عقلو مزيان، على لي زيموبيليزاسيون، ماشي اي بيان، ماشي اي ايكيبمون اخر، كتعلق بلي زيموبيليزاسيون يعني بلو بارتي اون. اوكي دونك لي تيب دي زيموبيليزاسيون كاينين 3 ديال لي تيب، 3 تيب دي زيموبيليزاسيون. كاينين لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. ملي كنقولوا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، اون فوا تسمع شي كلمه فيها فري عرفها راه ايموبيليزاسيون اون نون فالور. صافي فري في لي زيموبيليزاسيون اكيد، ماشي تقول لي فري ديليكتريسيتي ولا شي حاجه. عاودني فري ديليكتريسيتي داكشي راه في لي شارج تيبقى لي فري. بحال مثلا الى سمعتي لي فري دوغمونطاسيون دي كابيتال، فري دو كونستيتيسيون، فري بريليمينير، اي فري كاين في البارتي 2. يا ربي انا تنقول بارتي 1، البارتي 2 اللي هي لي زيموبيليزاسيون، تماك غادي تلقى بلي هما ايموبيليزاسيون اون نون فالور. اوكي او تيران ايتترا داكشي لاخر حتى هو. دونك من بعد كاينين لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل. انكوربوريل علاش كيتسموا انكوربوريل؟ حيت هما انتوشابل، يعني ابستريت. صافي ابستريت هادو هما انكوربوريل، يعني ما يمكنش نقيسوهم، ما يمكنش نشدوهم. بحال مثلا كتقول بروفي، واش بروفي تقدر تشدو؟ واش بروفي من الموس؟ واش بروفي من الموس؟ بروفي مرئي بعدا دغوا لي دغوا مثلا لي لوجيسيال واش تقدر تشدو مثلا عندك في لورديناتور ديالك، واش تقدر تشدو؟ حتى هذا راه كيتسمى ايموبيليزاسيون انكوربوريل. دونك من بعد كاين لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. نتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان. لي زيموبيليزاسيون كوربوريل كل ما يتعلق بداكشي ديال ماتيريال موبيلي. ملي تسمع ماتيريال اوتياج، اشنو ماتيريال اوتياج؟ دوك لي ماشين، ماشي زعما لي ماشين غير مثلا لي ماشين ماشين اورديناتور ولا شي حاجه، حتى دوك لي ماشين لي زيكيبمون اللي كيساهموا في الاخر في ماتيريال اوتياج اصلا ماشي هما لي زورديناتور. هذوك لي زورديناتور داخلين في ماتيريال انفورماتيك. ما تسمعش ماتيريال اوتياج تقول صافي راه ماتيريال لي ماشين هما لي ماشين بحال مثلا هادو لي زورديناتور ايتترا. لي ماشين هما هادوك لي ماشين اللي كيساعدوا في لا برودكسيون. اوكي ماشين لي ماشين اللي كيديروا لو بروسيسوس دو برودكسيون. كاينين لي ماتيريال دو ترونسبور لي فييكول لي كاميون، واخا يكون عرموك واخا يكون اي حاجه كيتسمى ماتيريال دو ترونسبور، اي حاجه كتنقل. دونك من بعد كاين ماتيريال موبيلي دو بيرو اي ماتيريال اي اميناجمون ديفير، كيكون فيه ماتيريال دو بيرو، موبيلي دو بيرو، وماتيريال انفورماتيك. دونك هادو هما لي تخوا تيب دي زيموبيليزاسيون، شرحتهم لكم بالتدقيق وشرحت لكم كاع الامثله اللي كيكونوا فيهم. ودابا كنقول لكم هاد الامثله بحال هاد الامثله ديال لي زيموبيليزاسيون اون نور فالور ولي زيموبيليزاسيون كوربوريل، بحال مثلا ماتيريال دو ترونسبور، ماتيريال انفورماتيك، راه دائما كيتحطوا في ناسيونال. بخي دوغمونطاسيون دي كابيتال مثلا، بروفي، راه كيتحطوا دائما في ناسيونال. كل ناسيونال غادي تلقى فيه هاد الشيء، ما غاديش تلقى فيه حوايج ثانويين حيت هادو هما الاساسيين. دونك غادي ندوزو. كاينين دو مود دامورتيسمون، ياك دابا دزنا لي مود دامورتيسمون. كتعرفوا لامورتيسمون فيه امورتيسمون لينيير اللي هو كونستون، وفيه امورتيسمون ديغريسيف. شنو هو لينيير؟ لينيير قلنا هو كونستون. بلاش لينيير هو كونستون، ياك لا بيغ دو فالور دو ليموبيليزاسيون كتكون كونستون في هذيك الحاله، يعني هذيك لا فالور فاش كتبدا تفقد القيمه ديال ليموبيليزاسيون، فاش كتبدا تفقد القيمه ديالها كتكون ديك القيمه كتفقد بواحد الطريقه ثابته كونستون. بحال مثلا نعطيك واحد المثال، فالور دونتري ديال واحد ليموبيليزاسيون 500000، ياك ملي غادي تنقص العام الاول مثلا غادي تنقص 100000،
ياك العام الثاني غادي تنقص 100000، العام الثالث غادي تنقص 100000، العام الرابع غادي تنقص 100000، العام الخامس غادي تنقص 100000، غادي تكمل ديغي دي ديالها 5 سنين بواحد الطريقه كونستانت، يعني كل عام نقصنا 100000 من لا فالور ديالها، يعني بواحد الطريقه ثابته كننقصوا نفس لا فالور كل عام. بالنسبه للديغريسيف العكس، ما كننقصوش نفس لا فالور كل عام. علاش كيتسمى ديغريسيف؟ انت ديغريسيف غتجي من ديغرادي، ديغراداسيون، دونك هذيك لا فالور كتبدا غادي وكتديغرادا، هذيك لا فالور اللي نقصنا كتبدا هي بنيت غادي وكتنقص. بحال مثلا نعطيك نفس المثال ديال 500000 فالور دوغيتين، بدينا كنقصوا منه بحال مثلا العام الاول غادي نقصوا منه 200000، غادي نقصوا منه بزاف. العام الثاني مثلا غنقصوا منه غير 150000، العام الثالث غادي نبداو نقصوا غير 100000، يعني ديك لا فالور اللي كتنقص حتى هي غادي وكتنقص. فهمتي كيفاش؟ غادي وكديغرادا. هذا هو علاش ديغريسيف. كاينين دي زونتربريز كيطبقوه حيت كيقولوا بلي هذا كيكون فيه لا بيرت دو فالور قل من لا بيرت اللي كتكون في اللينير. دونك هادو هما لي دو مود دامورتيسمون، شرحتهم لكم مزيان، نتمنى تكونوا فهمتوهم. دابا غادي ندوزو للكيميل دامورتيسمون. بالنسبه للكيميل دامورتيسمون هو واحد لا فورمول، هو واحد لا سوم اولا ديال لي بيرت durant toute la durée de vie de l'immobilisation. يعني واحد المجموع ديال دوك الخسارات في لا دوغي دو في كامله ديال هذيك ليموبيليزاسيون، في مده الحياه كامله ديال ليموبيليزاسيون. عافاكم ما تسمعوش لا دوغي دو في دو ليموبيليزاسيون، زعما الا تسالات يعني الا ولا توتالمون امورتي راه ما بقاش صالح، ولا صافي راه تقادا، ولا استات ليه الحجره، ولا راه ماشي تقادا، غير هي القيمه ديالو ولا صفر. فهمتي؟ راه يقدر يكون باقي خدام على مثلا طوموبيل دوزات 10 سنين، واش ما عتبقاش خدام عاد تسكت صافي. حنايا كنعلموا داك الغيب 10 سنين صافي غادي تحبس، راه غير الفالور ديالها القيمه ديالها ما تبقاش تساوي هذيك الساعات. دونك ندوزو لا فورمول ديال كيميل دامورتيسمون. كيميل دامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين اللي هي الفالور دونتري، الفالور باش شريتي هذيك ليموبيليزاسيون، فوا لو طو. دابا شنو هو لو طو؟ لو طو كيكون اون بورسونتاج ولا بلا بورسونتاج في حال حطيتيه. المهم لو طو راه كيكون عامه اون بورسونتاج، غادي نشرح لكم هذه من بعد. بعد الطو، بعد الطو شنو هو؟ الطو هو سوم سيغ لا دوغي، لا دوغي كتجيك، كيجيك لو طو. يعني لو طو كتقسم 100، كتشد 100 كتقسمها على هذيك لا دوغي. بحال مثلا كتشد 100 مثلا كتقسمها على 5، 5 سنين، فهمتي؟ لا دوغي دو في باش كيعطيك واحد لو طو ديال 20%. ولا الا بغيتي دير لا دوغي اون موا كدير 1200، ماشي 100، ماشي 100، كدير 1200 على ان، على هذيك لا دوغي دو موا. يعني الا بغيتي دير بلي زاني غادي دير 100 على هذوك لي زاني، ولا بغيتي دير بلي موا غادي دير 1200، حيت العام فيه 12 الشهر، دونك 100 غادي تضربها في 12 غتجيك 1200، ديك الساعه دير بلي موا ديالو. دابا غادي ندوزو فوا ان، فوا ان هذيك ان عطاكم، بغيتكم تركزوا مزيان. دابا كاينه ان وكاينه ام، كاين نون وكاين ميم، صافي. هذيك ان اول حاجه ان ملي كنديروها ملي كتكون واحد ديموبيليزاسيون تشرات في الوسط ديال العام، فهمتي؟ او كور دو لاني، بحال مثلا شهر 2، شهر 3، شهر 4، شهر 5، حتى لشهر 12، كتكون او كور دو لاني، اوكي. ولكن بالنسبه للام كتكون في الديبي ديال لاني، يعني الا شريتيها في شهر 1 فقط هي فين كتكتب ام، يعني اكيزيسيون ديبي ديكزيرسيس. هي راه ماشي مشكل الا كتبتي ام عامه كامله، اما ان راه تقدر تكون تقدر تابوندونيها. غير قلت لكم باللي هي في لوريجين ام هي لاكيزيسيون او ديبي د لاني اللي كتشرى الا شريتي شي الا شريتي شي اموبيليزاسيون في المواد جانفي. ان اكيزيسيون او كور دو لاني، يعني من شهر 2 حتى لشهر 12. دونك غادي ندوزو لا دوتاسيون. دزنا دابا لا دوتاسيون. لا دوتاسيون اشنا هي؟ قلنا لا دوتاسيون هي لا فالور بيردي ولكن اون ان نون، فهمتي؟ يعني الفرق بينها وبين الكيميل هو ان الكيميل كيجمع لا سوم دي فالور بيردي في لي زاني كاملين ديال ديوغي دو في، ولكن لا دوتاسيون كتكون غير واحد الفالور بيردي انكلو في هذيك لا ديوغي دو في، يعني ديال واحد العام اللي هو انكلو في لا ديوغي دو في. نعطيك مثال، مثلا 2015 شرينا واحد، شرينا واحد ليموبيليزاسيون غتكون توتالمون امورتي في 2020، يعني عطاونا مثلا قال لك حسب الدوتاسيون ديال 2019، غادي تحسبها كعام واكيد غادي تكون ديك الساعات غادير بي او فوا تي فوا ان سيغ 12. هذيك الان شرط انها خاصها تكون قل من 12 عام، حيت لا دوتاسيون كتحسب غير في قل من 12 شهر يا ربي، حيت لا دوتاسيون كتكون محسوبه غير في عام واحد، يعني عام ما كيكونش فايت 12 شهر، دونك هذيك الان ما خاصهاش تكون فايته 12 شهر،
يعني ما يمكنش تلقى شي دوطاسيون مثلا فيها 48 ولا شي حاجه بحال الكيمول دامورتيسمون، حيت الكيمول دامورتيسمون كتكون في لا دوغي دو في كامله بحال مثلا 5 سنين، ما 5 سنين الا ضربتي 12 زائد 12 24 زائد 12 36 زائد 12 48 زائد 12 60، يعني داك الكيمول دامورتيسمون مثلا الدوغي ديالو الدوغي دو في ديالو 5 سنين ما يمكنش يفوت 60، ماشي ما يمكنش يفوت 12 صافي. اما هذا الدوغي دو في ديالو غير عام واحد، يعني ضروري 12 عام او اقل. اوكي بالنسبه لادوطاسيون كيف ما قلنا الفالور دوريجين فوا لو طو، دابا بغيت نشرح لكم هذاك لو طو. دونك بلاتي ندويو على واحد البلان، كاين دابا الدوطاسيون كيف ما قلنا كتساوي الفالور دوريجين بحال مثلا 350000 فوا لو طو. هذا لو طو اللي بغيت ندوي لكم عليه. دابا هذا لو طو كيف ما قلنا هو 100 على لا ديغي اون اني ولا 1200 على ديغي اون موا. ولكن هذا لو طو دابا بحال مثلا تيعطيوك مثلا في لي دوني ولا في اي بلاصه بريفيوس، يعني كواشن ولا شي حاجه اكزرسيس اللي قبال ولا شي حاجه، كيعطيوك مثلا لا فالور ديالو بحال مثلا قلتي 8% راه الطو هذاك راه تكون اون بورسونتاج. ولكن في الكتبه مثلا مثلا الا درتي 3500 مثلا 350000 هي الفالور دوريجين فوا لو طو، الا كتبتي غير 8 ما كتبتيش اون بورسونتاج، خاصك دير ان على 1200 ماشي على 12 صافي، غدير فوا ان على 1200 صافي. ولكن الا درتي للطو الا درتي للطو كامل بحال مثلا درتي الفالور دوريجين فوا 8% يعني اللي هي 0.08 ولا كتب غير 8% بحال بحال، ولا الا بغيتي تصرفها كتب 0.08 ديك الساعه غدير فوا ان سيو 12. دونك لو طو من الاحسن حطو كامل وفي الكالكول حتى هو حطو كامل ياك. ولكن الا مبغيتيش انت دير وتخرج من باب واسع كتب غير الرقم ديال لو طو، ما تكتبش اون بورسونتاج وزيد واحد جوج ذروات 1200، ضروري دوك جوج ذروات اللي كانوا في لو طو غادي نهبطوا للمقام صافي. هذا هو البلان اللي بغيت نقول لكم على لو طو. فوا ان اكيد قلنا خاصها تكون اقل من 12 موا على 12. بغيت نشرح لكم عاوتاني واحد الحاجه في لا دوطاسيون، دابا الا كانت 12 سيغ 12 لا داعي انك تكتبها، علاش؟ فالور دوريجين فوا لو طو فوا 12 سيغ 12، 12 سيغ 12 هي واحد، دونك هي الفالور دوريجين تو سامبلومون فوا لو طو. دونك ديريكتومون الا لقيتي مثلا اون دوطاسيون اللي لو نومبر دو موا ديالها 12 بلا ما تكتب فوا 12 سيغ 12 كتب نيشان دوطاسيون كتساوي في او فوا تي. ونقول لكم واحد الحاجه عاوتاني، حتى لا دوطاسيون ديال لي بري ديال لي ياربي لي ديموبيليزاسيون اون نون فالور اللي هما لي فريني لي ديموبيليزاسيون اون نون فالور، دائما هذه حضوها مزيان حضوها لي مزيان، دائما دوطاسيون ديال لي ديموبيليزاسيون اون نون فالور كتكون دائما في او فوا تي. علاش؟ حيت لي ديموبيليزاسيون اون نون فالور كيتحسبوا بالعام كامل، واخا يا ربي شري في شهر 12 غيتحسب عليك العام كامل، شهر 12 مثلا 2020 غيتحسب لك 2020 كامل، ما كيتحسبوش لي موا في لي ديموبيليزاسيون اون نون فالور. دونك اي ايموبيليزاسيون اون نون فالور قالك حسب ليها الدوطاسيون ديالو غتحسب في او فوا تي، ما تحسبش ان، ما تدخلش ان. داكور. دونك من بعد دابا غادي ندوزو لا كونطابيليزاسيون. اول حاجه في لا كونطابيليزاسيون كاينين 4 اكريتور دو كونطابيليزاسيون، كاينه ليكريتور الاولى ديال الدوطاسيون كتعرفوا دي او ا دي زيموبيليزاسيون تا 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 تا، لتحت كتكتب لاموغتيسمون ديال كذا وكذا. من بعد كاينه ليكريتور ديال سيسيون، ياك ليكريتور ديال سيسيون في حال تباعت ان موبيليزاسيون، هادو كاملين اكيد هاد ليكريتور اللي كنقول ضروري كيتحطوا، ضروري كيتحطوا، ضروري كيتحطوا لكم الطابيليزاسيون ديالو، تيقولوا لك كتب ليكريتور ضروري الدوطاسيون سيسيون في حال تباع شي ايموبيليزاسيون كدير ليكريتور ديال سيسيون، راك عارفها اللي فيها اللي فيها اللي فيها السيسيون ديال هذاك و لامورتيسمون ايتترا. من بعد كتجي لا سورتي، لا سورتي كيكون فيها لامورتيسمون ديال ديك ليموبيليزاسيون وكيكون فيها البي ان اللي هي الفالور نيت دامورتيسمون وكتكون السميه ديال لامورتيسمون في الدي بي. وبالنسبه لاخر حاجه وهي الغوتري، كيف ما كتعرفوا الغوتري كيكون غير لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. دابا لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ملي كتسالى ليهم دي غي دامورتيسمون ديالهم كنسجلوا ليهم واحد لو غوتري. دونك تونا تكون فهمتوا هادشي كامل. دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي هما لي زانيكس كونسيرني. شنو انا حطيت لكم هادشي هاد لي زانيكس هادو حيت كيكونوا كيعطيو في الناسيونال كيعطيو واحد لي زانيكس، ضروري كيعطيوك لي زانيكس. الا مشيتي مثلا لي ناسيونال اللي قبل غادي تلقى كل ناسيونال كيحطوا فيه مثلا على الاقل شي 3 زانيكس ولا 4. هاد لي 3 زانيكس ولا 4 ديالاش؟ دونك هاد لي زانيكس كونسيرني كيكونوا ثلاثه ديال الحوايج عندكم في لاموغتيسمون، في لاموغتيسمون ماشي في بروفيزيون ماشي بشي حاجه اخرى. كيكون اول حاجه يقدر يحطوا لك بلون دامورتيسمون. اشنو هو ان بلون دامورتيسمون؟ كيف ما عارفين كاملين يقدر يكون ديغريسيف ولا كونستان،
يعني هذاك هو البلان دامورتيسمون. واحد طابلو تيكون تحط تماك تيكون فيه الفالور دوريجين، كيكون فيه طو روتوني اللي فيه طو ديغريسيف والكونستان، وتيكون فيه الفينا وتيكون فيه كلشي. هذاك هو البلان دامورتيسمون. ثاني حاجه يقدروا يحطوها لك وتحطوها دائما هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون. هاد الطابلو دي زيموبيليزاسيون الا ما خديتيش فيه النقطه ديالك راه 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 خويا راه بزاف، ما نكذبش عليك. طو دي زيموبيليزاسيون من اسهل ما يكون، هو الطابلو دي زيموبيليزاسيون هو الطابلو دي بروفيزيون، ما نتطرقوش ليه دابا حتى من بعد. طابلو دي زيموبيليزاسيون تيكونوا فيه لي فالور دوريجين سولمون، صافي حسب عارفه مزيان كيكونوا فيه كنكتبوا فيه غير لي فالور دوريجين سولمون. من بعد اكستري دو بيلون حتى هو كيكون في كثالث انكس كيتحط، حتى هو كيتحط حتى هو بزاف. من بعد طابلو دي زيموبيليزاسيون طابلو دو بروفيزيون كيتحط دائما، كيتحط اكثريه ديال المرات اكستري دو بيلون. دونك هادشي كامل كانوا لي 3 انكس كونسيرني اللي ضروري هادو ضروري غيتحط لكم منهم جوج على الاقل جوج، او يقدروا يتحطوا بثلاثه بهم. شفنا لا كونطابيليزاسيون، شفنا كاع الحوايج سكي كونسيرن كيميل دامورتيسمون دوتاسيون لي مود دامورتيسمون لي تيب دامورتيسمون لامورتيسمون براسو شفناه. دونك شفنا كلشي في هاد لانتروديكسيون، هذا ريزومي لكاع الدرس ديال لامورتيسمون كامل شامل كامل تماما. دونك من بعد غادي نديرو لي زيكزيرسيس ونبداو نكملو لي كوريكسيون دي كونترول ايتترا. يلا مع السلامه، تهلاو الدراري.